وطن مرسوم فوق جباهنا، رايتك بقلوبنا وسط العيون. ما يهزك يا وطن من خاننا، الصغير الصغير والخاين يخون. وطعنة الأبناء جدنا بهالزمن، للأسف عشنا خيانة للوطن. الله من طعن القريب، الله لو خان الصديق، الله من غدر ترابك اللي خاننا، الصغير الصغير والخاين يخون. مكاننا كل المحل، للأسف عشنا خيانة للوطن. مكساها طعنات الكريم، مكسا خيانات الصديق. من خاني يصغر وأكبر من اللي تغذى بالفضايح، الوطن اللي محتمي بالله وأكبر، يقدر الغادر وهو دايم يسا. لا ما يهزك يا وطن لي يطعنون، الصغير الصغير والخاين العام يوم وديناه للعلاج عقب الفحوصات قالوا لنا ان عنده تليف في الكبد ومحتاج احد يتبرع له عشان يسوي له زراعة كبد، وقال الدكتور انه بيعطيه علاج علشان يأخر موضوع المتبرع بس كم سنة، بس هالشي ما بيعالجه ولا بيتشافه إلا بالزراعة. قلت للدكتور، قلت له دكتور ليش انتظر كم سنة؟ أنا موجودة، عندي الاستعداد إني أتبرع على الحين بدخل غرفة العمليات. عصب أبوي
ما رضى وقال إن فتحتي هالموضوع مرة ثانية لا أنت بنتي ولا عارفك. قال أنت صغيرة والحياة قدامك. أموت أهولي من إني أقطع من لحمك وما أزرع في جسمي والحين قاعد يمشي في طريق الموت. العلاج قدامه حواليه ومعاند وراضي ياخذه. زين ليش ما سمع كلامي؟ ليش ما طوعني؟ الله يخليكم. إذا قام بالسلامة كلموه. قنعوه قولوا له أنا مستعدة أعطيه عمري كله بس أعيش. حبيبتي رتاج لا تسوي لك نفسك كذي مو زين. إن شاء الله الله بيقومه بالسلامة. إيش؟ ربك بيسهلها وإن شاء الله يا رب نحصل اللي يتبرع له. وليش نروح بعيد؟ ليش نضطر الغريب؟ والله يعلم بنلاقيه ولا لا. الدكتور يقول هو محتاج ان نسوي له زراعه باسرع وقت ممكن. والدكتور بعد يقول ان انسجه المريض لازم تكون متطابقه مع انسجه الجسم المتبرع. انت شوي ضمنك انك قادره تعطينا وتتبرعين له حتى لو كان ابوك. وفوق هذا خليه يقوم الحين بالسلامه ونحن كلنا بنكلمه وبنقنعه. انا اللي بكلمه. انا اللي بقنعه. أنا اللي بتبرع له بكل اللي يحتاج. على ما قالت رتاج الروح ما تغلى عليه. الجماعة كلهم وصلوا ما عاد أبو عمر الوحيد اللي مايه، رغم أني أكدت عليه أمس لكن اتصل اليوم واعتذر. أما باقي المعازيم كلهم موجودين، نحن كلنا في انتظار تشريفكم. للأسف يا يوسف حصل ظرف طارئ وأنا ما أقدر أجيكم. اعتذر للجماعة وسلم عليهم كثير. أنتوا افطروا عليكم بالعافية إن شاء الله وتقبل الله طاعتكم. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا اهلا وسهلا. مرحبا. رمضان كريم يا جماعه. علينا وعليك. علينا وعليك ان شاء الله. هذا مصطفى سعود وعمي ابو عبيد. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. يا هلا فيك. حياك الله. خير يا استاذ عبد العزيز، قلقتني، ايه اللي حصل؟ نحن محتاجين مساعدتك يا مصطفى. خال سيف حالته وايد خطيره وساءت وايد، والدكتور قال انه في امس الحاجه لزراعه كبد. وانت الحين لازم تتفرغ لهالموضوع، تترك اي شيء في ايده. أبغيك تتواصل مع المستشفى يشوفون له إنه متبرع بأي وسيلة ويحجزون لخالي موعد قريب. ألف سلامة على عم سيف، بس كده هنحتاج لتقارير جديدة، تقارير السنة اللي فاتت ما تنفعش. مالي أنا بكلم الدكتور إن شاء الله اليوم وبحاول ويانا يخلص تقارير باكر. أنتوا عن أي مستشفى تتكلمون؟ عن مستشفى جلين إيجل اللي في سنغافورة اللي ودينا خالي للعلاج العام. إيش معنى هذا المستشفى؟ اسمعوا يا جماعة، الواحد ما يعترض على قدر رب العالمين، وهم شافوه العاب وعطوه هدوية وقالوا له ما تحتاج زراعة كبد لكم سنة قدام، وهذا هو الريال ما كمل سنة وتلفت كبده بالكامل. أنا أقول يمكن تشخيصهم كان غلط، أحسن نشوف له مستشفى ثاني وفي بلد غير هذا البلد. بعد إذن حضرتك بس أنا ليه تعقيب صغير. مستشفى جرين إيجلز في سنغافورة من أهم وأرقى المستشفيات هناك ومن أشهر المستشفيات على مستوى العالم، خصوصاً في زراعة الكبد وخصوصاً من متبرعين أحياء. ده خلى منظمة الصحة العالمية تصنف النظام الصحي في سنغافورة على المستوى الأول في آسيا والمستوى السادس على مستوى العالم، يعني فوق أمريكا وفوق كندا. المستشفى بيقدر يدبر لنا متبرعين؟ طبعاً، متبرعين أحياء
وبشكل رسمي وقانوني. اسمحوا لي يا جماعه الحق بقى اعمل شويه اتصالات وهكون على اتصال بيكم على طول. سلام عليكم. حياك الله. السلام. عبد العزيز من هذا؟ هذا مصطفى، كان يشتغل اداري في مستشفى جلين ايجل في سنغافوره. تعرفنا عليه العام يوم ودينا خالي للعلاج. بصراحه ريال والنعم فيه، ما قصر يانا، ساعدنا وايد. ولان نحن تمينا فتره طويله هناك صارت بيني وبينه صداقه. ويوم قربنا نرجع البلاد قال لي اشوف له شغله عندنا. وبالصدفه عرفت انه ميكانيكي شاطر، وانا بعد عندي ورشه تصليح سيارات. فجبت للبلاد ومسكت الورشه. علشان كذي طلبت منه انه يتواصل مع المستشفى، لان عنده علاقات وايد ومعارف والكل يحبه ويحترمه. تحاول تسمعني للآخر وتفهمني؟ قولي حنان. أنت تعرف أن غدا الجمعة عند أمي كل أسبوع في رمضان يستوي الفطور. هذه أول جمعة في رمضان والمفروض كلنا نكون وياها. اتصلت فيني من شوي وقالت لي أن سعود وإيمان وعيالهم ما بيون لأن عندهم ظرف. طارق، هذا رمضان وأمي حرمة عودة، بتستانس إذا شافتك رحت باركت لها بالشهر لست وياها فطرت وياها. بعدين هذه فرصة، ما في حد بيكون هناك إلا أنا وأنت وعيالك. أنت ما تبى تاخذ أجر وثواب من رب العالمين في هالشهر الكريم؟ بتفرح قلب حرمة عودة. ما بصير بنية اني ابغي الاجر والثواب، بصير لاني صدق ابغي اسلم عليها وبارك لها بالشهر. ابدل ثيابي بويش. انت اليوم على غير العادي، يعني ما يبطاري اسمي في سوالفكم. كل موضوعكم عن الحج وعن ذكرياتكم فيه. طلعتوا كلكم حاجين بيت الله إلا أنا. أنا قلت الحمد لله رب العالمين، يعني سالفة الحج هذه خيرة وسبب الله سبحانه وتعالى نساكياني ونبهني على أني لليوم ما حجيت بيت الله. شو؟ كل هالسنين ما حجيت يا ابن قضيب؟ للأسف لا يا أخوي، علشان كذي أنا استحيت أتكلم وياك قدام الجماعة. قلت بكلمك بيني وبينك، أبغيك تشوف لي واحد حاج توثق فيه زين وما زين علشان يحج عني هالسنة. يحج عندك؟ ليش؟ قاصد إنك الدين ولا ريول ولا عمي ما تشوف الدرب؟ ها؟ شو ها؟ هويت في نار جهنم يحجون عن الميت، عن الكسيح المشلول، عن المريض اللي ما فيه رجع من شفاه، مو باللي صاحي ويدق الأرض بريول الدق ويمشي التيس على زنده مثلك وشرواك. شرواك الطيب بس انا. انت شو؟ نسيت، سامحني. نسيت انك دافن نفسك بالحياه ومعتبر نفسك في عداد الاموات. اوقف، اوقف يا ابو ثاني. شل يدينك عني وخلني اسير، ما ابي اطول لساني زياده واغلط عليك. هذاك ايش بلاك محرج؟ هدي اعصابك شويه، ليش زعلان انت؟ شو اللي زعلك؟ بعدين فهمني، خذني على قد عقلي وفهمني. شو افهمك؟ قصرت انك صحة وعافية، قصرت انك بيزات. الا بسألك، احيت عندك خير وحلال بعده موجود؟ هنا عم بعده موجود. وانت بتكتب ويا رب العالمين على سطر وبتخلي سطر؟ ايش قال يعني؟ قاعد تفكر في الحج والزكاة وينك عنها؟ ولا ما عندك خبر ان الزكاة من اركان الاسلام الخمس؟ منو قالك اني انا ما زكي؟ وش قايل تزكي؟ وانت مستوي لك اني اكثر من سنتين وما تدري عن الدنيا برا. تراني انا ابو ثاني من سنين وكلت. وكلت منو؟ عاني كل وكلت قضيب ولدك بعد
عز الله ان حلالك راح الجهاد ماله كله وتبرع فيه. ما خليتني اكمل كلامي يا ابو ثاني الله يهدى. ترى عقب سالفه ولدي ومصايب وبلاوي وكلت واحد من اهلي ريال خايف الله وحاج بيت الله، عطيت الحلال كله وهو يتابعه في دخوله وخروجه، وكل رمضان يطلع عني الزكاه. حيل ما دام منك حليو كذي وتزكي، ليش ما تنوي وتعزم وتروح الحج وتلبي ندى ربك بنفسك؟ ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا، وانت تستطيع اليه سبيلا. ونوي ان شاء الله السنه هاي تروح الحج، وانا بحج لا الله معك السنه بعد، ومنك عاد تتعبل فيني وما تاخذ بدل الاجر اجري. وهذا الكابوتشينو اللي تحبه سويته لك بيدي. تسلمي لك يا غاليه. ها طمني ايش سويت؟ طلع كلام رفيج عبد العزيز صح، المستشفى جلين ايجل في سنغافوره. سويت سيرش بصراحه المستشفى عالمي، وكلام رفيج عبد العزيز ولا شيء، لقيت تقارير عالميه كلها تشيد وتمدح في المستشفى. حلو، ما دام هالمستشفى طلع بهالمستوى كذا اطمنا. الحين شو الخطوه الثانيه؟ إذا العلاج في الخارج، الدولة ما قصرت وياه في البداية وما راح تقصر وياه الحين. وأنا باكر بكلم الوزير عشان يسرع إجراءات السفر حتى لو ويكند. بس إيش فايدة سفر سيف إذا ما لقينا متبرع؟ كلامك صحيح. والله معورة قلبي رتاج يا سعود. ميتة من الخوف على أبوها، أنت ما شفت حالتها. هلكت من البكي. يا دوب فطرت على تمرة وشربت شوية مي. تراك من أول تقولين هي روحها متعلقة في أبوها، هي وأبوها روحين بجسد. بعدين هي من وقت على الدنيا ما شافت غير ابوها قدامها. اللهم الاعتراف، هالبنت مو متهنيه في حياتها، تقول محسوده. احنا ما صدقنا تبدا حياتها من جديد مع هالريال وتفرح وتستانس شوي. اول شيء حفله ملكتها انلغت، وعرسها حتى عرسها الحين صار في مهب الريح. والله اعلم يستوي ولا ما يستوي عقب طيحه ابوها. على طاري رهيلها، ليش ما جاء المستشفى؟ ما حد شافه. معقولة؟ نحن بعيدين عنكم، ما ندري منو يا ومنو راح. حتى أبو عبيد سأل عنه مستغرب، خاف صاير بينهم شيء. شو ما يكون صاير بينهم؟ ما توصل إن ما يجي المستشفى وأبو زوجته في هالحالة. معقولة يا رتاج؟ أنا المفروض أكون أقرب إنسان لك بهالدنيا، يعني معقولة أصير آخر من يعلم إن أبوك بالمستشفى؟ ومن منو دريت؟ من أمي اللي بالصدفة درت من أم حميد. ليش تحطيني بهالموقف رتاج؟ ليش؟ بصراحة خوفي على أبوي نساني الدنيا وما فيها. بس ما نساش تتصلين بأم حميد، ولا نساش تتصلين بالناس اللي كانوا موجودين حولك بالمستشفى. رتاج أنت ذكرت الكل إلا ريلك. سمعي سمعي سمعي، أنت تدرين أصلاً أمي شلون درت في الموضوع؟ أمي على نياتها متصلة بأم حميد تبي تسأل عنها تشوف أخبارها، قامت أم حميد عاتبتها قالت ليش ما زبتوا الريال بالمستشفى؟ على بالها إن إحنا عندنا خبر. أقول لك أنا توهقت انحرجت ما أدري إيش أقول حق أمي يوم جت سألتني. يعني أنت ليش طلعتيني بهالموقف؟ ليش سكرتيني قدام الناس كلهم؟ ليش أنا الوحيد اللي كنت غايب بالمستشفى ما كنت موجود؟ رتاج ردي علي لا تزعليني منك. شنو السبب اللي ما خلاك تقولي لي؟ تكفين؟ أرجوك يا سالم قدر اللي أنا فيه. ما في سبب، ولا تعطي الأمور أكبر من حجمها. أصلاً هما كانوا مانعين عنا الزيارة، بتيش بتسوي؟ أيش أسوي؟ أي أوقف معاك؟ أنا مو ريلج؟ سؤال، ماني ريلج؟ ماني ريال حالي حال الريايين اللي كانوا موجودين بالمستشفى؟ ولا الزيارة مسموحة لهم وممنوع علي أنا بس؟ رتاج انا اتحداك اذا انت مقتنع بالكلام اللي قاعد تقولينه، لان الكلام هذا ما يصدقه حتى الياهل. رتاج انا اسف، انا ما ودي اكلمك بهالطريقه جد، بس لان صراحه اختنقت، انا مقهور من الموقف اللي حطيتيني فيه. انت تدري انا من صلاه التراويح للحين من طلعت من المسجد قاعد افتر بالشوارع، ما ادري ايش اسوي، صاير كني مجنون رايح راد بالشارع. ماشي ماشي ماشي، أنا بسكر الموضوع مو لأني مقتنع بكلامك، لا، لأني أحبك. تدرين عن شنو أحبك؟ وإن شاء الله باكر من الصبح أنا بيجي أزور عمي بالمستشفى.
لا إذا تحبني يا سالم أرجوك لا تي المستشفى. أنا أول مرة أطلب منك طلب من عرفتك. أرجوك لا تي. إذا الله كتب إن شاء الله وقام بالسلامة تقدر تي للبيت إن شاء الله. بيه اليوم وبتعرف ليش، بس مو بالحين. أرجوك يا سالم لا تي المستشفى إذا فعلا باقي علي وتبع علاقتنا تستمر. ما عليه محمود، أنا أدري أن السفر في رمضان متعب شوي. متعب إيه يا راجل؟ الحمد لله الرحلة كانت مريحة جدا وتوقيتها ممتاز. إلا قول لي يا محمود، ماما وبابا عاملين إيه؟ أخبرهم إيه؟ طمنا عليهم والنبي. بيسلموا عليك جدا جدا. مثل ما طمنت أختك طمني أنا بعد. كيف رتبتوا الأمور؟ الحمد لله الجماعة كلهم بيسلموا عليك، وخصوصا السيد المرشد العام بيحييك تحية خاصة على عبقريتك وازاي قدرت توصل لهم الفلوس في التوقيت اللي هم عايزينه. والحمد لله الجماعة عملوا زي ما أمرت وزيادة. بص يا سيدي، أنا جبت لك معايا الصور والألبومات بتاعة موائد الرحمن. اتفضل. اللي هنا بتسموها إفطار صائم، أوكي؟ عملناها في كل المحافظات والنجوع والقرى في مصر وباسم جمعيتك الخيرية، والحمد لله الصحافة كلها غطيتها في مصر. وحسب بقى التخطيط والترتيب مع الجماعة عملناها يوم واحد وصورناها كلها على إنها شهر كامل. وهنا بقى يا سيدي فواتير الموضوع كله، بس مش يوم واحد، شهر كامل قدرنا نظبطها تظبيطة ما تخرش المية. انت محتاج الصور والفواتير دي في ايه يا سامي؟ هالفواتير والصور مو بالمشروعات خيرية تحت اسم جمعيتنا؟ صح. وهالمشروعات الخيرية مو من عملت بفلوس؟ ايوة طبعا، احنا جمعنا الفلوس هذه من تبرعات المحسنين والتجار والناس اللي تبغى تسوي خير، وبالذات في رمضان من عندنا من هني. وقلنا لهم الفلوس هذه كلها رايح لمشروع افطار صايم في مصر وصدقات للفقراء والمحتاجين، غير طبعا الزكاة اللي تتوزع هناك لمستحقينها. بس احنا في الحقيقة الفلوس هذه كلها بنحولها للجماعة علشان يستفيدون منها في امور ومشاريع التنظيم، وما بنسوي فيها شيء من المشاريع اللي قلناها للناس. دي حاجة معروفة ومتفق عليها وعرفها من ساعة ما كنت انت اخر مرة في مصر. ايوه بس الحقيقة الجماعة بيسألوا هتروح لهم فلوس تاني في رمضان ولا ايه؟ اكيد الناس عندنا هني في البلاد وفي رمضان بالذات فجأة يصيرون غنية ويطلعون فلوس ما تدري من وين علشان يزكون ويصدقون، ونقول لهم يزاكم الله خير ونعرف وين نودي الفلوس هذه كلها. مصطفى برجع أكلمك. ريتاج، ريتاج ممكن أكلمك شوي؟ قلت لك ما بيني وبينك أي كلام، أنت فيك ما تفهم؟ تراك أنت اللي بتندمين في الأخير. صار لي أسبوع وأنا أحاول أكلمك كل ما ألاقي فرصة في المستشفى. عندي موضوع مهم وخطير يخص سالم، وأنت مصرة تصديني وتلبسيني وتروحين، حتى تلفوناتي ومسجاتي ما قمتي تردين عليهم. من الآخر، لو تكون آخر ريال في هالكون ما يشرفني أفكر فيك. سالم تاج راسك وأنت ما تسوى ظفر ريلة. يا أخوي كان تميت في سريرك ليه ما رتاج تخلص أوراقك وتجيب لك الأدوية؟ عبد العزيز أنا ما في لي شيء الحمد لله، أنا زين. لو ما زين كان ما رخصون الدكاترة. هذا الرتاج صارت يبقى خلصت الأوراق. إيه بس استلمتهم، باقي بس بيبون لنا الكرسي المتحرك. كرسيش حقه؟ أنا أقدر أمشي يبا. يا يبا الطريق طويل، وإذا مشيت من هني للسيارة في الباركينج بتتعب. أنا ما تعبتني لنومة هالسرير أسبوع كامل وأنا راقد عليه. خلوني أمشي شوي أطبع رولاتي، إذا تعبت بقول لكم هاتوا الكرسي. هاي مع عبد العزيز، من اللي كان يكلمك في التليفون؟ مصطفى؟
اي يمه. بشر عسى عنده اخبار زينه عن المستشفى. سعود وايمان يزاهم الله خير، ومكتبنا الصحي في سنغافوره هم اللي متابعين حاله ابوي عمتي مو بمصطفى. يزاهم الله خير، الله يسهلها. اللهم امين. خلني اساعدك خالد. لا ارجوك ارجوك عبد العزيز، خلني امشي بروحي. أمي أنت شو اللي قومت من مكانك؟ أبو إبراهيم أتحمل الألم ذابحني ذابحني مو قادرة أتنفس. خلاص بنروح المستشفى. صبري بلبس عباتي وبايج. يا نواف 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 الحق يا نواف. أول شيء اسمح لي إني جبتك المزرعة الظهر وأنت صايم، بس هذا أنسب مكان أشوفك فيه بعيد عن العيون. أنا عارف مقدر وتحت امرك، لو تامر علي اييك في عز القايله صحراء الربع الخالي امشي لك حافي. تسلم، التقارير عنك وايد زينه وما شاء الله عليك عندك ثقافه واسعه في السياسه وتتمتع بالذكاء وسرعه البديهه وعندك قدره على التفاوض واداره الحوار. تلميذكم يا مويد، انتوا تاج روسنا والله يحفظكم ويطول عمركم. وعمرك يا طارق، بس انت الحياه تقول هالكلام، ونحن عشان ننجح ونحقق اهدافنا لازم نجدد دماء التنظيم ونسلم الامانه والرايه بالتدريج للشباب، وانت واحد من خيرتهم. علشان كذا اخترناك تكون عضو في اللجنه السياسيه في التنظيم مبدئيا لفتره قصيره، وبعدين تستلم رئاسه اللجنه السياسيه. بس ارجوك مثل ما تعودنا هالكلام يتم سر بيننا أنا وأنت. تطمني يا بمويد، أنت عارف عني كل شيء غير أن مبدأنا الأساسي هو حفظ الأسرار. كفو عليك، ونحن إن شاء الله بنوجه الكل وبنعطيهم أمر ينتخبونك في اللجنة، وعقبها ينتخبونك رئيس اللجنة، وبكذا بننتخبك عضو في مجلس الشورى. هذه ثقة غالية واعتز فيها، اتمنى اني اكون قدها، واتمنى بعد اني اكون دائما عند حسن ظنكم. احنا بنسوي لك برنامج تدريبي خارج الدوله في بعض الدول اللي تدعم التنظيم الدولي للاخوان، وهذا معناه انك بتسافر وايد خلال الفتره الجايه، وبنضبط سفراتك تكون في نهايه الاسبوع دائما علشان شغلك ودوامك. انا جاهز ومستعد حق هالمهمة. وعلشان تتفرغ لهالمهمه نبغى نشوف شو مشاكلك ونحلها باسرع وقت. ما نبغي أي شيء يشغل تفكيرك أو يعطلك عن أمور التنظيم. وأول مشكلة بنحلها لك مشكلة البيت. أنت ما قدمت لأي جهة من الجهات الحكومية عشان بيت حكومي أو قرض إسكان. أنا عندي مبدأ ورافض رفض تام أني أخذ أي فلس من الحكومة. ما أبغي يكون لهم فضل علي بالذات مسألة البيت. ما أبغي مباشر يقولون والله إحنا سكناكم في بيوت. أما بالنسبة للوظيفة والراتب فهذا دين لي في رقابهم، يعطوني إياه مجبورين غصبا عنهم. هذا حقي، أنا سهرت وتعبت وكافحت وطورت من نفسي وخدت الشهادة، هذا كله من عرق جبيني، ما لهم منه علي. كفو، هذا الكلام صحيح، ما لهم منه علينا، ونحن مو بجالسين نخدمهم هم، نحن ياسين نخدم ونعمر وطن بيكون لنا في يوم من الأيام إن شاء الله مو بالهم.
على العموم نحن بنحل لك المشكلة، لأنك أكيد تتعرض لضغوط وحنة من الحرمة عشان ساكن بالإيجار للحين. الحرمة أنا مخدرنها ومصبرنها، نفهمنها نقدم على البيت والقرض وترية الدك علشان أفتك مصدعة الرأس. صح أنه هي من وين لوين اللي تفتح السالفة، بس المشكلة عمتي، عمتي تحن وزن على رأسها، وانت عارف ما يحتاج أقولك تقارن بيني وبين رأي البنت الثانية سمت. ولا يهمك، بنخلصك من كل هذا إن شاء الله. السنة الجاية بنباشر نبني لك البيت، صبرت كل هالمدة أصبر سنة بعد، وعلشان تطمن الحرمة أكثر ابتدي من الحين وياها تشوفون استشاري يصمم لكم بيت المستقبل، وإيجار بيتك اللي أنت ساكن فيه الحين بيتحول علينا من اليوم. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Yes. سعود 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 سعود. البشارة يا سعود. الحمد لله فرجت. توني مسكرة التليفون على المستشفى في سنغافورة والجماعة لقيوا متبرع. وحسب تقارير سيف اللي عندهم والفحوصات اللي مسوينها حق المتبرع طلعت نسبة التطابق بنسبة 90%. الحمد لله. لو هم متفائلين بعد تكون متطابقة 100% إن شاء الله. بس طبعاً يتريون سيف لما يسافر عندهم ويسوي الفحوصات اللازمة. فرحانة وبس؟ إلا طايرة من الفرح. لا لا لا، ما بقول لها أي شيء الحين، لأن المفروض أبوها اليوم الصبح يطلع من المستشفى، فنحن بنتريا شوي، بنروح لهم عقب الفطور، وبخليك أنت بنفسك تبشرهم وتقول لهم هالكلام. هذه ماي زمزم مقرفي جايبته أم حميد. اشرب يبا بالهنا والشفا. بسم الله، اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الحمد لله. بالشفا ان شاء الله يا ابو ريتاج، ما عليك شر. الله يسلمك ويعافيك، ما قصرتي. الحمد لله على سلامتك عمي، ما تشوف شر ان شاء الله. شر ما يجيك يا ابا. يلا انا اترخص. وين؟ عمي انا بروح، عندي موعد وايد مهم مرتبط فيه، وان شاء الله باكر امر عليك واجيب الوالده معي. انا اليوم ما رضيت اجيبها لان قلنا انت تعبان لازم ترتاح شوي. على راحتك، توكل على الله. يلا في امان الله. في امان الله يا ام حميد. في حفظ الرحمن يا سالم، سلم على الوالده. يبلغ ان شاء الله، يبلغ. دعت الله. ام حميد الحقيقه ما ندري شلون نطلع بالجزات، ما قصرت، افضالك علينا زادت وديونك في رقابنا كثرت. الفضل لله سبحانه. أهم شيء صحتك عندنا الحين يا بوني تاج. ليش ما يلست؟ أي وجه تبين أجلس؟ أنا قاعد مثل اللي قاعد على جمر، مالي وجه، حط عيني بعين أبوك مستحي منه. كله حاط إيدي على قلبي خايف لا يسألني ليش ما زرتني المستشفى وأنا ما عندي رد. يرضيك أنت الموقف اللي حطيتيني فيه. ما صدقت بسرعة شلت روحي وطلعت قبل لا يسأل. لا تحاتي، ما بيسألك. لأن أبوي يعرف السبب. ليش ما قلت لي إنه يعرف؟ أظن ممكن أحطك في هالموقف الحرج دون ما يعرف أبوي. زين أنا متى راح أعرف؟ لا تستعجل، بيجي يوم وبتعرف. ماشي، على راحتك. سالم. نعم ارتاج. تأكد إني أحبك وما عندي استعداد أخسرك. احنا قدامنا ريح، مو بريح الا عاصفه، خلت مرها العاصفه علشان نعيش حياتنا بسلام. ماشي ماشي رتاج، بس اذا مرت هالعاصفه لازم تقولي لي كل شيء.
في امان الله. ايش السالفه يا نواف؟ من الصبح احنا هني وصرينا الطراويح وردينا، معقول لنا الحين ما ولدت؟ هي صح حست بالالم، وهذا مو معناته انها بتولد على طول، ويمكن تولد بالسلامه على طول بعد. ويمكن الدكتور يقول انه مو بموعد الولاده وعادي تترى يوم ولا يومين. بروح اسالهم. تعال، انت سالتهم ألف مره وما حد جاوبك. اذا في شيء امي داخل وبتيجي بتخبرنا. تعال تعال استريح انت. يا اخي انت دارس طب. ما بتخاف، أما أنا صراحة خايف. ما عليك ما عليك. يا عيال يا عيال، مبروكين مبروكين. بشري أمي بشري. الحمد لله، أختك ولدت ويابت ولد. الحمد لله الحمد لله لك يا رب. الحمد لله. مبروك مبروك يا أمي مبروكين. الله يبارك فيك. طارق ممكن أسألك سؤال؟ عارف إيش بتسأليني؟ مستغرب من حالتي اليوم صح؟ يعني هو بصراحة هي الله لا يغير عليك وإن شاء الله دوم، بس اليوم أنت على غير العادة، من رجعت من طلعت الظهر وأنت طاير من الفرحة، جي أشوف نفسيتك مفتوحة للأكل والضحك والسوالف، ما طلعت إلا من المسيد للبيت. حتى عقب التراويح ما رحت عند ربعك نفس ما انت متعود. هذا وياس في البيت. وايد مضايق يعني من ساتي في البيت؟ حشة الود ودي ما تطلع من البيت مول. وبلهالدرجة هذا؟ زين صدق يعني مستوي شيء حلو اليوم؟ مستوي اشياء. وفي اسباب وايد تخليني اكون مستانس. منها شيء يتعلق بمستقبلي والشيء اللي جاي، بس هذا ما نتكلم عنه حينه. بنتكلم في وقته. اللي بقول لك اياه يخصك ويخص عيالك. زين خير؟ تفتكين من الهم والتفكير في مستقبل عيالك اللي دوريهم الامان بيستوي لهم بيت. يعني شو اللي صار؟ اليوم الظهر انا صرت وشفت واحد من المسؤولين الكبار. تكلمت معاه وخذت راحتي بعيد عن جو الدوامات والمكاتب. والسنه الجايه ان شاء الله بتطلع لي منحه ما بيطلع لي قط. والبيت ان شاء الله بنبنيه. صدق؟ الله يفرحك نفس ما فرحتني. هذا أحلى خبر سمعته. عيال مباشر ذهبي عمرك، بنصير إن شاء الله عند استشاري يعرفه عشان يصمم لنا الفيلا. الحمد لله على السلامة يا أبو رتاج، وتوما نورت بيتك، والله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يسلمك ويعافيك يا أبو مروان. الحقيقة أنا أقول مساء حق أم حميد، أقول لها ما أدري شلون نطلع من إيزاك أنت ومرتك إيمان. يبه ترى زادت ديون الناس برقابنا. هذا لين مو بأي ناس يبا، هذا لين ملائكة الله سخرهم لخدمة البشر وما يدورون من أحد شيء. ما عليك زود يا رتاج، أنت والوالد ولا تهون أم حميد. طبعا عمي إحنا يعني نسلم عليك ونتحمد لك بالسلامة ومنها مبشرك بعد بشارة خير. إن شاء الله خير. الخير بويهك يا عمي. إيمان أصرت أن أنا وبلغك بنفسي ولو أن أنا مالي إيد في الموضوع. المستشفى بسنغافورة والمكتب الصحي اللي هناك وباقي التفاصيل عاد عنده. المستشفى بسنغافورة يا عمي؟ اللي يقولك متبرع صدق؟ بشركم الله بالخير. الحمد لله رب العالمين. وأنسجتي يا عمي مطابقة لأنسجتك بنسبة 90%. هم وايد مرتاحين ومتفائلين، بس دائما يتركون هذه النسبة ليه ما تسافر عندهم وتسوي فحوصاتك كاملة هناك، لأنهم ما يحبون يعتمدون على التقارير اللي طرشناها لهم. بس الحمد لله طمنوني وإن شاء الله خير. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين. الصعب تيسر. الحين شو عن إجراءات وزارة الصحة؟ الإجراءات كلها سليمة والأمور ماشية، بس ناطرين المستشفى في سنغافورة يردوا لنا خبر، وعقب المكتب الصحي بيحددوا لنا موعد بأسرع وقت لأن الحالة مستعجلة. لا تشيل هم يا خالي، أنا مباشر بروح بروحي الوزارة وبتابع وياهم كل الإجراءات.
لين نخلص ترتيبات سفرنا. لا يا عبد العزيز ما يحتاج، لا تتعب نفسك ويانا. اي تعب يا خالي، انا منو عندي عز واغلى منك احطه فوق راسي واكون يا مرافق في سفره علاجه؟ هذا اقل شيء اسويه يا خالي. الا بسفرتنا هذه بسافر انا ورتاج بس، ما نبي احد ويانا. مرسوم فوق جباهنا، رايتك بقلوبنا وسط العيون. ما يهزك يا وطن من خاننا، الصغير الصغير والخاين يخون. وطعنة الأبناء جدنا بهالزمن، للأسف عشنا خيانة للوطن. الله من طعن القريب، الله لو خان الصديق، الله من غدر أكبر من اللي تغذى بالفضايح، الوطن اللي محتمي بالله وأكبر، يقدر الغادر وهو